لما قال لك انا عايز انزل يا بابا واروح الجيم، طبعا اكيد مراتك اتخانقت معاك وقالت لك جيم ايه بقى، سيب الواد بقى ياخد نفس شويه حرام عليك، ولا كانت مأيداك؟ لا هي كانت مأيداني وقالت له خده عشان المناعه تترفع معاك والروح المعنويه وهيبقى حاجه حلوه. وخدته اول معايا اول شهر كانت في بطوله تحت 15 سنه، بطوله شلبي، فاتصلت بيه قلت له انا عندي ابني كذا 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 ونفسي انا لو مش عايز اعلق في البطوله انا عايز افرحه. راح قال لي ابنك ده بطل البطوله النهارده. اول ما جبته هو عمل مركز خامس في تحت 15 سنه، بس هو راح مطلعه في وسط الابطال الصغيرين قال لهم ده عمار كذا كذا وتحدى مرض السرطان وهيبقى بطل في يوم من الايام، خلى الناس كلها قامت سقفت له وكرمه. واحنا كمان بنسقف. طيب انا عايز اعرف القروبه دي اللي ماسكه المايك وعماله تتكلم فيه وبصوت واطي قوي، عايز اعرف عايزه تقول ايه لاخوها النهارده البطل؟ عايز اقول لاخويا اللي هو لما كان رايح المستشفى الحمد لله اللي ربنا شافوه طلع بطل العالم. طيب لا تعالي بقى معايا هنا كده نتكلم سوا، هاتي الميكروفون، هاتي الميكروفون، تعالي هاتي الميكروفون، تعالي تعالي تعالي، مالك في ايه؟ تعالي 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 تعالي، اقعدي جنبي اقعدي جنبي، ايه اللي حصل؟ في ايه؟ مالك بتعيطي ليه؟ قولي لي بتعيطي ليه؟ عشان أخويا كان تعبان. كان تعبان؟ وأنت كنت بتشوفيه تعبان؟ شفت بتحبك إزاي؟ طب ما كنتيش بتقولي له سلامتك طيب؟ لما تعب أكتر عيطت عليه. عيطتي عليه؟ طب هو لسه تعبان ولا بقى كويس؟ كويس. ما أنت مش عايزة تفتكري الأيام دي صح؟ الأيام دي كانت صعبة. صح؟ الأيام دي كانت صعبة. بس عدت عشان اخوكي راجل وبطل وابوكي بطل وامك بطله. بص ضحكت اهي وانا كمان بطل. قولي لي وانت بطل يا سعيد. انت بطل. والاستاذه حبيبه بطل. استاذه حبيبه بطل. خليكي قاعده جنبي بقى. ايه ده، دي بتعيط عشان اخوها كان موجوع؟ احنا كلنا بنحبه. اه البيت كله. هو اصلا ساعه ما تعب الدكتور قال ما ينفعش يقعد معاه، قال ما ينفعش يقعد معاه، رحنا سفرناه من الصعيد، كنت قاعد انا وهو لوحدينا انا وهي وهو. لكن العيال كانت بتقول لك ايه لما كانت بتشوف اخوها تعبان؟ كانت بتقول هي كان كل شويه تقول لي يا ماما انا عايز اجي. يعني دي المايك. انا الدكتور قال ممنوع يصطحبه الاطفال جنبه بسبب الكيماوي، وانا كان عندي طفل تاني بره كان بيرضع، قال لك ممنوع خالص الكيماوي الرضاعه على الكيماوي، والرضاعه بتاعتي بتفسد الكيماوي والجرعه اللي ياخدها. فانا روحتهم الصعيد، فطبعا هما صغيرين كان كل شويه عايزين نيجي اقول لهم شويه اخوكوا تعبان لما يخف، فكان يعني موقف وحش عليه. طب كنت بتقول لربنا ساعات الضيقه دي يا رب؟ مفيش غير يا رب. هو عايز اسمع منه. انا كنت بصلي واقول يا رب ربنا يخليهولي وما يحرموش مني، عشان انا كنت كل ما اروح المستشفى يقولوا في عيل اتوفى في عيل اتوفى، دي اكتر حاجه كنت بتمسك وبصلي وبعمل كل حاجه اقول يا رب خلوهولي. طب لما اخته كانت بتعيط كنت بتقول لها ايه؟ كنت بقول لها باذن الله اجيبك، انا ملك وحسن قعدوا سنه بعيد عني. حسن اول ما جه ما كانش بيقول لي انا يا ابويا، كان بيقول لي خاله يا ابويا لما بعاد عني، ده اكتر حاجه وجعتني اكتر لما الواد بيقول لي خاله يا ابويا. مش عايزه تقولي حاجه الملك؟ ما بتعجيش يقول له كانت علينا. لا اخوكي هيبقى بطل ابطال العالم ان شاء الله.